اختلافاتنا هي ميزاتنا. المعظم سمع قصصا محزنة عن أشخاص تعرضوا لقسوة أو معاملة سيئة بالرغم من حقهم بالعدل والمساواة. لماذا؟ لأنهم مختلفون؟ الخطر الحقيقي علينا كبشر هو التمييز العنصري ووصم العار والتنميط أو الاستبعاد، وهذا يعتبر تصرفا عنصريا. والأهم أننا نتقبل الآخر بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو معتقداته أو مكان سكنه، ويجب أن نقبل الاختلاف بيننا لأن هذا الاختلاف هو ما يميزنا. باختصار، الاختلاف لا يؤثر على قيمة الإنسان، حيث لن يكون الشخص سيئاً أو جيداً لأنه طويل أو قصير، نحيف أو سمين، لديه إعاقة أو عيون كبيرة. والذي لا شك فيه أن كل شخص منا لديه اختلافات وإعاقات، منها الظاهر ومنها غير الظاهر، لكن هذه الاختلافات لا تعطي أي شخص ميزات وحقوقا أكثر من غيره. والجميع يتفهم بأن أي تهديد لنظام حياتنا، سواء كان اقتصاديا، اجتماعيا أو صحيا، سينشر الرعب ويخلق مخاوف عند جميع الناس. لكن هذا ليس مبررا للتمييز العنصري، ولا يوجد مبرر لأي سلوك عنصري. والأفضل أن تكون هذه التهديدات أو الأزمات مبررا لنا كبشر لمزيد من التماسك والتضامن، لنخرج بسلام من هذه الأوضاع. والجميع سمع أو لاحظ بعض الحالات أو التصرفات التي تعتبر غير مقبولة بكل الثقافات، مثل ربط فيروس أو مرض بشعب معين أو بمنطقة محددة، وبالتالي الخوف من التعامل مع هذا الشعب أو سكان المنطقة. وفي بعض الأحيان تكون هذه التصرفات غير مقصودة، لكنها تترك أثراً وألماً كبيراً لدى الناس الذين يتعرضون لها، مثل بعض الصور والفيديوهات والنكت التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي. وأثار التمييز العنصري كبيرة على المجتمع والأجيال القادمة، مثل الخوف من الأجانب أو من سكان بعض المناطق أو أي شخص مختلف. لذا هناك مسؤولية علينا جميعا لتصحيح المفاهيم المغلوطة أو المعلومات الكاذبة التي تنتشر بيننا. وفي ظل الأخطار التي تؤثر علينا وتأخذ أحباءنا وتضع قيودا على حياتنا وحركتنا، يجب ألا نسمح لهذه الأخطار أن تؤثر على إنسانيتنا. لنقاوم كل ما يهددنا ويهدد حياتنا، بدلاً من أن نقاوم بعضنا.